السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة أستاذ عزابي للتربية والتكوين. إذا موضوع جديد إن شاء الله غادي نبداو فيه هذا الأيام هذا، واللي هو موضوع هام علوم التربية. دونك رسائيت أنني ندير واحد السلسلة في علوم التربية تكون مختصرة ومفيدة، ماشي بحال السلسلة اللي كتشوفوا عامر 20 دقيقة 30 دقيقة وبدون فائدة من أجل الكسب. دونك نحاولوا نديروا باختصار سلسله جديده نسميها السلسله المختصره والمفيده في علوم التربيه. نحاول نعطي لي ديتاي واهم حاجه اللي تبقى وعاقلنا عليها ان شاء الله. دونك نبداو من الجزء الاول اللي هو جزء مهم، المقاربه بالكفايات، مقاربه بالكفايات بين النظريه والتطبيق. وكنشوفوا في هذا ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنشوفوا نظر المقاربه بالكفايات بين النظريه والتطبيق، ونشوفوا حتى البيداغوجيات المعتمده والمقارنه بيناتهم. دونك نبدا على بركه الله. دونك ندير واحد المدخل الاطار للتعريف بعدا بهذا المقاربه. دونك العمليه التعليميه التعلميه من الممارسه التلقائيه الى العقلانيه. دونك تابعوا معايا الى نهايه الفيديو. عندنا التدريس الهادف، وهو التدريس اللي كان معتمد شحال هادي نقله، هو نقله نوعيه كما ترون في التربيه والتكوين. دونك شنو الاسس ديالو؟ ضبط الفعل التربوي، افتراض منطقة الانتقال من الأجزاء على الكل لبناء التعلم، وكذا وضوح العلاقة نسقيا بين مراحل العمل البيداغوجي. دونك شنو هما الانتقادات ديال هذا النموذج التدريس الهادف اللي كنا خدامين به شحال هذا؟ دونك كاين أول حاجة هو اللي هو التنميط، يعني النمطية وغياب خصوصية الأفراد، الفصل التعسفي بين جوانب الشخصية، وكذلك محدودية الإطار النظري السلوكي. مثير اللي كنعرفو حنايا مثير الاستجابة النظرية السلوكية. دونك شنو هو التفسير السلوكي باش من الإخوان اللي مكيعرفش التفسير السلوكي شنو هو؟ هو مثير كيعطيني استجابة ثم تعزيز. إذا الانتقادات السلوكية، نمر إلى الانتقادات السلوكية. كنلاحظوا على أن المثير واحد لا يعطي بالضرورة استجابة واحدة، يعني ماشي بالضرورة يكون المثير دائما غيعطي استجابة واحدة اللي هي استجابة واحدة واحد اللي نركزوا عليها. وكما ترون المثير واحد يقدر يعطينا عدة استجابات. إذا نشوفوا واحد المتغيرين الأساسيين متحكمين في السلوك، الشخصية وكذا الوضعية التي توجد فيها الشخصية. دونك هادو هما جوج أساسان تعتمد عليهم وتتحكم فيهما السلوكية، الشخصية والوضعية التي توجد فيها الشخصية، اللي هو التصرف اللي كيعطينا الشخصية مع الوضعية. نشوفوا اللي تجاوز محدوديات التدريس الهادف، دخلتنا واحد الحركة تصحيحية داخل التدريس الهادف اللي هو النموذج سيبيك، كنقصدوا بها السونتر ديتيود بيداغوجيك اكسبيريمونتال اي كونسي. راه هو دونك هاد الحركة التصحيحية بغات تاخذ مجموعة من الإجراءات اللي هي الإبقاء على بيداغوجية الأهداف مع تجاوز الجزيء، الكفايات جيل ثاني من الأهداف، نوع من المماثلة بين مستويات الأهداف ومصطلحات الحقل الدلالي للكفاية. إذا من خلال ذلك يكون واحد التجاوز المفاصل اللي هو تجاوز المرجعية النظرية للأهداف، تركيز على الشخصية والوضعية، الاستفادة من الذكاءات المتعددة اللي صاحبها كاردنر كما كتعرفوا، والاستفادة كذلك من الفارقية، والاستفادة من شهادات مغايرة اللي كتسمى النظرية البنائية صاحبها بياجي. إذا غنشوفوا هذه النظرية البنائية اللي كتعرفها كما قلت لكم صاحبها بياجي، بعض المصطلحات الأساسية فيها توازن اختلال التوازن،
يعني الا حطوهم في امتحان ان شاء الله هاد المصطلحات ويقول لك الى ماذا تنتمي هذه المصطلحات، عقلوا عليها النظريه البنائيه، تنظيق النساق للمكتسبات، الاستيعاب، التكيف والتوافق. اذا ما نسرع لكم نرجع لكم المصافره هما هادو. نمر الى تفسير البنائيه للتعلم. دونك هذا كما فسرنا قبيله السلوكيه متستجابه تعزيز، دابا نشوفوا التفسير ديال البنائيه للتعلم. دونك شنو كتعطي انت ملي كتبدا؟ من حاله توازن دائما، وضعيه مشكله تحدي، كتعطيني توظيف النسق اللي غادي نخدموا به، ثم كتعطيني الحل اللي عندي، يا اما حل المشكل ولا صعوبه في الحل. اذا حل المشكل كيعطيني عوده التوازن، بينما الصعوبه في الحل كتعطيني اختلال التوازن. دونك هذه خطاط تفسيريه للبنائيه التعلميه. اذا نمر نشوفوا هذا اختلال التوازن عندما لا يحل المشكل. فوالا هو اللي شفنا حنا، ها هي على اختلال التوازن، يعني فين كنجي ملي كيكون عندي ملي كنضبطوا النسق وكنلقاو صعوبه في الحل، اما حل المشكله صافي راه كترجع لنا عوده التوازن. دونك نشوفوا في اختلال، في حال ديال اختلال التوازن شنو كتعطينا النظريه البنائيه. دونك كاين جوج ديال الطرق، كاين استيعاب الموقف ولا التكيف مع متطلباته من اجل التدارك هذا اختلال ديال التوازن. دونك هذه كنعاود ناكد عليها، هذه النظريه البنائيه ديال بياجي. دونك عندي استيعاب الموقف او التكيف مع متطلباته. يعني استيعاب الموقف كنقصدوا به هو فعل الذات على المحيط، اما التكيف مع متطلباته يعني كتكيف مع المحيط ديالك، يعني المحيط هو اللي كيضغط على الذات ماشي بحال استيعاب الموقف. دونك هادو بجوجهم كيعطيني التوافق اللي سميناه قبيله على عقلت المصطلحات ديال التوافق، اللي هو استعاده التوازن، وكيعطيني نسق جديد. دونك هذا باختصار خطط النظر البنائي، تفسير البنائيه للتعلم. دونك نشوفوا واحد العناصر الاساسيه لتعريف الكفايه. كما كتعرفوا ان الكفايه بداك الحفاظه ديالها اللي كدير، المهم كاختصار هو استدعاء الجنيد لكل مكتسبات الفرد من معارف ومهارات ومواقف وخبرات من اجل حل واحد وضعيه مشكله جديده. دونك الكفايه تدمج مختلف جوانب الشخصيه. الكفايه تصرف ناجح امام وضعيه. دونك شفنا احنا قبيله السلوكيه والسلبيات ديالها، وهذا دابا بمقارب الكفايه كيفاش جات، حنا شفنا التطور ديال حتى اتجهت هذا مقارب الكفايه. دونك الكفايه تصرف ناجح امام وضعيه، لا يظهر مدى امتلاك كفايه معينه سوى فوقاش كنعرفوا ان التلميذ اكتسب داك الكفايه، فوقاش ماشي بالحفاظه بحال اللي شفنا التدريس الهادف ولا السلوكيه، ولا لا فوقاش كنعرفوا انه فعلا امتلك عندما يحلنا كيحلنا واحد المشكل او كيجابه وضعيه معينه. عاد ديك الساعات كنعرفوا ان التلميذ فعلا اكتسب هذه الكفايه اللي قلناها هي، لان هي المعارف والمهارات التي اكتسبها الخبره. دونك نشوفوا بعض البيداغوجيات المتعلقه لنا بالمقاربه بالكفايات، وضعيه المساله الفريقيه، بيداغوجيه فرقيه، بيداغوجيه المشروع، وكذلك بيداغوجيه التحكم. فوالا ترون هادو هما البيداغوجيات اللي متعلقه بالمقاربه بالكفايات. فوالا هما هادو. نمر نشوفوا انواع الكفايات على حسب بعض التصنيفات. دونك كاين الكفايات الاساسيه والنوعيه والممتده، الكفايات الاساسيه والنوعيه الممتده ثلاثه، كفايات التقليد والتحويل والتجديد. من بعد ان شاء الله غندير تفسير لهاد الكفايات هذا. دابا نرجع واحد الفيديو نشوفوا هاد ديال الشرح ديال هاد الكفايات ان شاء الله نشرحهم. كنتمنى ان الفيديو يكون ان شاء الله هادف وفهمتوا منه، ولا كان شي استفسار مرحبا في الجروب ديال الواتساب اللي كنناقشوا فيه هاد الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كتذكر الهدار مازال الجزء الثاني ان شاء الله، هو غدا نحطه من بعد ان شاء الله. تابعونا على القناه استاذ عزابي للتربيه والتكوين.